كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن لقطاع غزة كان مصدرها مصر. أضاف مدبولي أن كل شعوب العالم مجتمعة شكلت الثلث الآخر من المساعدات، وهو رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها والشعب المصري. أنا عايز أقول النهاردة، وده يمكن نقطة مهمة بنسجلها، إن أكثر من ثلثين المساعدات اللي وصلت حتى الآن لقطاع غزة طلعت من مصر أو مصدرها مصر، وكل شعوب العالم المجتمعة تقريبا الثلث الآخر. احنا دي مش أي شيء، ولا إن احنا بنفاخر بهذا الموضوع، ولكن ده رد فعل تلقائي من الدولة المصرية بكل مؤسساتها ومن شعب مصر نفسه.